Уральский государственный медицинский университет. جامعة الأورال الطبية. الأورال الطبية. الأورال الطبية طبعا تقول الأورال الطبية يبقى تقول أحمد سامي ابن الجامعة. طبعا دلوقتي احنا في داخلة الجامعة الأورال الطبية إن شاء الله الرحمن هننظر الجامعة، لأن فعلا محدش حرفيا اتكلم عن جامعة الأورال الطبية بكل ما فيها. فالنهارده ده شرف ليا ان احمد سامي يكون معايا، لان احمد اكتر شخص دارس في جامعه الاورال الطبيه. فهنخش ناخد جوله في الجامعه النهارده، وان شاء الله الرحمن هنوريكم مدى قوه جامعه الاورال الطبيه. خلاص برضه نوريكم الاماكن اللي في الجامعه بالظبط. يلا بينا. بالظبط كده، دي دخلة الجامعه الرئيسيه. فاحنا كده داخلين بنتمشى في الجامعه كلها هنا في فيدرال الاستوميولوجيا الفارماسيه، كل حاجه عن الاداره عموما. هنا المبنى ده الاداري، المبنى الاداري بيبقى في دراسه بس في طابق تاني، ولكن ده هنا بتاع الاداره الاول عامه في الدور الاول بالظبط. بس ما شاء الله يعني الجامعه رخام كلها فيها تعديلات اصلا. هنا عندك الكافيدرا بتاعت التشيبني ديلا، هنا على اليمين هنا الفارماسيه تمام، اللي هي هنا اللي هي الصيدله، وهنا الطب البشري الطب العام. في الارشيف بتاع الدوكيومنت برضو، بس ده في الدور في هناك في الاوضه 101. هنطلع دلوقتي ان شاء الله نوريكم الدور الثاني والثالث والرابع. ماشي، الثاني والثالث. الثاني دور هنا فيه الريكتور، اللي هو الريكتور عندنا في الثالث. الدور الثاني بيبقى في الكاسه اللي هي بتاعه الدفع بتاعه الفلوس، اللي هو الطالب بيجي بيدفع لنفسه اي كل حاجه وعاوزها بنفسه، محدش بياخد منه يدفع له حاجه. بنطلع الدور الرابع بقى، ده الدور بتاع الطلبه الاجانب، اللي هو بيبقى في مثلا في دراسه في بعض الكافيدرات الدراسيه برضو، وفي اللي هو الكافيدرا نستران ستودنت اللي هو الديكان. الديكان هنطلع دلوقتي ونشوف ان شاء الله. بالظبط احنا كده واقفين في الدور الثاني. الدور الثاني هنا في الجامعه بناء عباره عن ايه؟ عباره عن الكاسه، اللي هو الكاشير، اللي الطالب بيقدر ان هو يدفع مصاريف الجامعه بتاعته. هو مخصص فقط للدفع هنا. فطبعا احنا ممكن نتمشى قدام نوريكم من هنا الجامعه عامله ازاي من جوه. هنا مثلا عندنا انت بتيجي الطالب بيبقى معاه رقم العاده والباسبور بتاعه على التليفون، مش لازم يكون موجود. لو هو مثلا العاده بتاعه مش متسجل بيروح رايح الاوضه اللي هناك ديت،
بيروح يقول لهم انه ما سجل الهارد بتاعه، بحيث انه يجي هنا ويروح يدوم الباسبور او صوره الباسبور على التليفون، وهم يقولوا عليه فلوس كم ويدفع. ده هنا الطالب يقدر ان هو يعمل الحاجه دي لوحده، يعني هو مش محتاج ان هو مثلا يكون مع حد يعني تجنبا للنصب ولا اي حاجه. بالظبط، ان هو الطالب يقدر ان هو بيدفع لنفسه قبل الكاسه. هنا في الدور الثاني موجوده في الجامعه الطبيه. هنا بقى للطالب ممكن ان هو يعرف ان هو ياخد يسجل العقد بتاعه، يعني مثلا العقد بتاعه لو جه هنا على الكاسه ما لقوش ان هو مسجل، او لو مثلا يروح الاوضه اللي هي الفينانس، تمام، اللي هي الاداره الماليه عامه بالعربي، يجي هنا يروح مسجل العقد على الكمبيوتر بحيث ان هو يلاقي اسمه هناك على طول ويروح ده. بس هي دي عامه الجامعه اوضه 206 وهناك في شباك كده مشهور. دلوقتي احنا بقى هنطلع على الدور الثالث. الثالث دور في الاداره كلها، ده تحميد الجامعه، مديريه الجامعه، المبنى، يعني اهم دور. اهم دور هو الدور الثالث، هو بتنظم اصل الطلبه الاجانب، حتى تلاقي فيه لوحه حيطه معينه فيها كل شيء للطلاب الاجانب. الاعلام بتاع الدول. يعني موجود الاعلام بتاعت الدول، الطلاب اللي بتدرس في الجامعه هنا. ايوه، اتمنى ان نشوف مصر فيها، يعني اكيد مصر في السنتر. ايوه، لان فعلا الجامعه قويه جدا، فموضوع قرار المجلس الاعلى، فان شاء الله الرحمن يعني ان احنا نبلغكم بخبر جديد قريب هينزل عن الجامعه هنا، لان فعلا الجامعه من اقوى الجامعات الطبيه اللي موجوده في روسيا، ودي انا عملت عليها فيديو تحديدا السنه اللي فاتت. ما شاءش ربنا السنه اللي فاتت ان انا دخلته، لكن السنه دي الدكتور احمد دخلنا الجامعه. طبعا هنا عامه ديت اللي هي الانجازات اللي الجامعه عملتها في المدينه، الكاسات اللي احنا واخدينها، عامه احنا لنا انجازات خاصه بينا احنا بتاع الاجانب. انا طبعا مشارك فيهم كلهم. انت سنه كام يا دكتور هنا؟ انا في ثالثه بشري، بس انا حولت نزلت ثانيه اسنان. يعني انت رغبت الاسنان؟ انا رغبت الاسنان، فعشان كده يعني انا باسبور في الجامعه. انا بقالي 3 سنين. 3 سنين؟ ايه رايك في الجامعه نفسها؟ لا، الجامعه ممتازه الصراحه، التعامل بتاع المدرسين حاجه توب جدا. الاداره نفسها عندنا هنا اداره بجد يعني محترمه يعني الاداره معروفه. عندنا بريكتور ميخائيل الكسندر وتشيف لاجن، دلوقتي من افضل الصراحه البريكتور اللي شفتهم في الدنيا. لو في اي مشكله اي حاجه هو بيساعدك، متعاونين مع بيتعامل معاك، مش عارف لانك طالب وخلاص، لا ده هو بيتعامل معاك كانك صديق له، يعني لو انت حصل لك اي مشكله هو اكتر واحد بيحاول انه يساعدك. طبعا، ودلوقتي بص احنا يعني هي حتى موجوده هنا مكتوبه توب 100 يونيفرسيتي في روسيا، اللي هي من افضل 100 جامعه في روسيا، والتوب 3 ستوماتولوجيتشسك فاكولتيت. طبعا طب الاسنان يعني رقم من افضل 3 جامعات في طب الاسنان في روسيا، من افضل 3 جامعات في طب الاسنان في روسيا، وده يعني حتى الجامعه معروفه، حتى الاعلام موجوده، هي الاعلام هي بتاعه كل الدول اللي بتدرس عندهم، يعني انا شايف في سوريا، العراق، مصر، كتير هنا في يعني في كتير جدا بيدرس هنا. 1930، 6000 طالب، 40 واحد للتجهيز، 6000 متخصص، افضل 100 جامعه، وثالث افضل جامعه طب الاسنان في روسيا. الجامعه هنا حاصله على دبلومات كتيره جدا، شهادات تكريم، شهادات تكريم، لان الجامعه انجازاتها ومساهمتها في البيئه عامه، لان احنا عندنا هنا اصلا رئيس وزير الصحة أصلاً وزير الصحة متخرج من الجامعة هنا فعلا، من الأورال الطبية، فده برضه بالنسبة لنا بلوس جامد جدا طبعا في الجامعة، ورفع الجامعة بحيث إن الرانكينج بتاعها طبعا، والجامعة أصلاً الرانك بتاعها بيبقى 3، الرانك الرد بيبقى يجي على حسب عدد الطلاب اللي هو السبيشالست فيها مثلا قوي ولا لا، عدد الطلاب الأجانب اللي فيها بالظبط. فلما الجامعة تبقى واخدة أصلاً يعني رانك زي دوت من غير ما يبقى فيها طلاب أجانب، فده حاجة كويسة جدا، معنى كده ان الطلاب الأجانب بيدخلوا في الجامعة تعلى أكتر، بتعلى أكتر وأكتر وأكتر، بس فيعني من حيث الرانكينج فهي جامعة معتمدة إن شاء الله، وهتعتمد من المجلس الأعلى للجامعات في شهر أبريل، يعني اللي إحنا عارفينه برضه إن شاء الله. الرحمن الرحيم، دلوقتي إحنا هنكمل مع بعضينا على الأدوار التانية. ديت أولجا بيتروفنا كوفتن، ديت الريكتور بتاعتنا. أها. الدور الرابع ده بناء على ايه؟ اللي هنا الطلاب الاجانب بتدرس. كلمة اجنبي اللي هي بتعني شخص غير الروسي. مش يعني شرط عربي. مش شرط عربي، اللي هو غير روسي. ده اللي هو المجنورين عندنا عامة، اللي هو القسم بتاع الطلبة الاجانب. بتاع الطلبة الاجانب. هنا لو انت عندك مثلا فيزا، اقامة، اي حاجة من الحاجات ديت، عقد بتاعك، اي حاجة، انت بتيجي هنا واحنا بنخلصها لك. فمثلا عندنا ديت الانجازات اللي الطلبة الاجانب
يعني عملوه مثلا احنا في الكوره مثلا واخدين مركز ثاني اهو في البلدسيك. العرب العرب المصريين لا العرب عامه لان احنا كان معنا طلبه اجانب كتير من المغرب ومن اليمن وفي حاجات كتير بقى هدايا مثلا فرعون بالمركز الاول اهو مركز اول بولينج فيعني الجامعه كويسه ان شاء الله وشايفين ان احنا نعمل ملعب كبير للجامعة بإذن الله لأن الجامعات اللي عند الجامعة هنا مضغطة كلها بس انت ليه بس بتشوف الجامعة دي؟ ما اقدرش اسيبها لأن الجامعة دي الصراحة انا رحت المدينة نفسها حلوة المدينة كبيرة رابع اكبر مدينة في مصر يعني المدينة حلوة تحسها زي سان بيتر بس شوية افضل بكتير في كل حاجة يعني متأسسة صح عامة الجامعة وانا جيت هنا ومش همشي منها الصراحة والدراسة نفسها؟ لا الدراسة بتاعتها من افضل الدراسة ومن افضل يعني الماتيريال اللي بتبقى من عندنا لا سعرها ممتاز جدا بقى دي احسن حاجه بالسعر يعني مثلا هي الدراسه بتاعتها مستواها ممكن يبقى مستوى زي قريب لموسكو وسان بيتر شويه انا الصراحه ما اعرفش هناك المستوى عامل ازاي بس انا الصراحه اللي شفته اللي هو مستوى عالمي بجد مستوى الدراسه هنا عالمي انت بالنسبه للسعر فهو حوالي كويس جدا لان السعر هنا كان مثلا الانجليش عندنا ب 248000 اللي هو طب البشر الانجليش 248000 الطب الاسنان ب 269 تقريبا 69 او 268 ايوه طب الاسنان الروسي وان شاء الله هتنزل طب اسنان انجلش السنه دي هتبقى اول دفعه اللي هي الدفعه ان شاء الله اللي هتدخل السنه دي معانا لسه بس السعر ما اتحددش والطب البشري عامه عامل 209000 روبل والسكن عندنا هنا ب 1000 روبل وفي سكن ان شاء الله هنبقى برضه نحاول نعرفكم في الفيديو بس عامه عندنا دوت دي كان اللي نستغنى استغنى وعندنا هنا المجن الرجل اللي هو المكتب الدولي مجن الرجل أبو زواني المكتب الدولي هو بتاع الفيزا أو أبو ريجستراتي أو أي حاجة مثلا عندك أي مشكلة في الدراسة أو أي حاجة بيخلص لك الأوراق بتاعك يا إما بتيجي هنا المكتب هنا بتاع الفيزا بتاعك بتاع اللي هي الإميجرانت اللي هي الهجرة بتاع المكتب الهجرة بس هنا مثلا انت عندك اي مشاكل على السايت بتاع في هنا بتستخدم حاجه اسمها سايت يدوكا ومودل عندك اي مشاكل ولا حاجه بتيجي هنا بتخلص منها طبعا جامعه الورده الطبيه انا يعني واحد من الناس لما اتكلمت عنها يعني للاسف يعني الصدمه اللي كانت بالنسبه لي لما المجلس الاعلى للجامعات ما نزلش الجامعه ديت في الاعتماد ده كان بالنسبه لي امر غريب شويه ولكن فعلا الجامعه حددت ان شاء الرحمن يعني هي مش حاجه مش اكيده مليون في الميه ولكن حاجه الجامعه اكدت علينا فيها ان شاء الرحمن من شهر أربعة الجامعه نازله في جامعات المعتمده في مصر ولكن هي كجامعه معتمدة في كل الدول العربية فيعني صراحة أنا بنصح بيها يعني حتى أنا عندي فيديو من السنة اللي فاتت لما وقفت قدام قلت إن الجامعة ديت فعلا أنا بنصح بيها لو داخل طب بشري أو طب أسنان أو طب صيدلة يعني الجامعة ترتيبها التالت على مستوى روسيا في طب الأسنان فلك هتتخيل إن الجامعة واخدة مستوى تالت في جامعة طب الأسنان فدي حاجة قوية جامعة الأورال الطبية